يلعب لقاء اليوم مباراته الدولية رقم 15 مع المنتخب المغربي. أحمد القطاني بجواره، الكرات التونسية خطيرة، كورة خطيرة، كورة خطيرة خطيرة، كورة الهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب التونسي، الكرة الثابتة في هذه اللقطة، الخطأ الفادح من الحارس اللي بيجري. أدي أمامنا هنا السعادة، وأدي الفرحة، وأدي أمامنا الرقصة التونسية في لقطة، هنا هي لقطة البداية، ويسجل صابر خليفة أمامنا هدف التقدم، هو هدفه الدولي الثالث مع المنتخب التونسي. لاعب نادي إيفيان في هذه اللقطة سجل في مباراة توقف التصفيات. أدي أمامنا الكرة اتلعبت، وأدي أمامنا يعني شوف شوف ملعوبة ملعوبة حلوة جدا، الكرة أمامنا هنا من القربي، وأدي أمامنا يعني هنا بقى إيه نقدر نقول المشاركة الوجدانية من صابر خليفة أمامنا، هو عمل عليها تراي، لكن هو القربي، هو القربي، ويمكن لمسة كده لمست بقى إيه لمست في شعره. أدي أمامنا هدف، نقول ما بين تبادل الكرات في المساحات اللي أمامنا، هو ومحاولة استغلال بقى الفرصة، لأن الجهد المبذول جهد كبير. عدى الأولى، عدى الثانية والثاني، يا هي دي بقى مباراة الديربي، هي دي لقاءات الديربي، المغرب بيفعلوا كل شيء في كرة القدم، لكن لم يسجل الشماخ ولم يسجل حجي، فيأتي العقاب، والعقاب عقاب قوي جدا من يوسف المسكني، استغل التعب والإرهاق البدني نتيجة الضغط المغربي المتواصل، استغلال الأخطاء والهفوات. شوف أمامنا هنا التوفيق من المدرب، الدفع باللاعب يوسف المسكني اللي بيسجل أول أهدافه الدولية بمهارة الكبار، لاعب من اللاعبين الصغار أمامنا هنا في هذه اللقطة. شوف المرور الأول، وهنا أمامنا يمر من بدر القندوري، والتدخل الدفاعي المتأخر جدا من جانب اللاعب القنطاري، ومهدي بن عطية تلمس في قدمه وتتحول داخل الشباك عشان يسجل يوسف المسكري أمامنا الهدف التونسي الرائع جدا في هذه اللحظات وفي هذا التوقيت. حقك تشرب، حقك يعني تسعد، أمامنا هو البديل اللي دخل مكان العلاجي يسجل أول أهدافه الدولية في تسعة. المغرب التوفيق غاب، الفرص ضاعت بالجملة، وادي أمامنا كرة في الشباك يطلعها أمامنا كريم حاجي، وما زالت الفرصة، ولكن هنا أمامنا الرأسية ومحاولة، وهدف العودة، هدف العودة عن طريق اللاعب حسين خارجة. هل فيها تسلل؟ اللقطة الماضية على أحمد القنطاري، لكن أمامنا هنا بيسجل هدف تقليص النتيجة حسين خارجة، يسجل لمنتخب المغرب طبعا هدف العودة للقاء. الوقت المتبقي ما زال في المباراة بقية، ما زال في العمر بقية، طالما هناك إصرار وإنذار من نصيب اللاعب عمار إجمال أمامنا في هذه اللقطة. شوف الإعادة مرة تانية، شوف الإعادة، هل في تسلل؟ هل في تسلل؟ أو في تسلل؟ هذه أمامنا أحمد القنطاري، شوف أمامنا القنطاري، هي بقى المعيار، لحظة لعب الكرة والمساعد تعدي منه، وأمامنا هنا القنطاري يريح كرة لحسين خارجة، وحسين خارجة أمامنا يضع الكرة، هدفه الدولي السابع أمامنا هنا حسين خارجة، يقلص النتيجة، تبقى 2-1.